ترفعت عن جعجع وهو في السجن رسالة لجعجع أنه من غير الممكن الاستغناء عنك، أو كنت مقتنعا ببراءته؟ لا، في حالة ثالثة محطوه. ليه هي؟ لا وفا؟ لا، أنا ما بقدر. إجت الست رضا لعندي قالت لي الحكيم عم بيسألك تقبل تكون مدافع بقضية رشيد كرامي. قلت لها، وقالت لي أضفت لي سأل، لأنه أكيد مجبور تسأل. قلت لها أوكي. عيطت لمرتي منى لجهاد والجواد، قلت لها خيط ست رضا خليه فت على الأوضة. قلت له عم تقول لي إنه هاد؟ قلت له قالوا لي لازم تظهر. قلت لها إيه؟ قالت لي كيف؟ إنه مين رجع؟ قلت لها منى وجهاد وجواد. طبعا يعني تعجبت، ولكن هيدا طلعت ثاني يوم قلت له للحكيم اعمل لي وكالة وطلعنا عند الحكيم. كنت مقتنع ببراءة جعجع؟ لا، لحق لك شو كنت مقتنع انه انا دافع عن لك المحامي، يعني بيقدر يدافع عن شيء عن بريء كما بيقدر يدافع عن غير بريء. يعني البراءة مسألة ما هي. طيب أنت دفعت عن جعجع كبريء أو غير بريء؟ لا خلك، أنا لما دفعت عن جعجع لأنه طلب، وأنا وفاء للصداقة فيما بيننا ما ممكن أقول لا. بعدين طلعت على الملف تشوف إذا مزبوط ومش مزبوط وكذا. أنا بقول بملف رشيد كرامي سمير جعجع مش هو يلي كان القرار بيده، مش هو كان، مش معناتها ما كان عارف بالقرار، بعتقد كان عارف. ولو حياتي سألته عن الموضوع، ولكن بموضوع رشيد كرامي أنا صراحة بقول أنه اللي بيشوف الملف مثل ما صارت بيعتبر أنه في شيء حدث من خارج القوات اللبنانية للوصول إلى هذا. الكنيسة كنيسة، تفجير الكنيسة، تفجير الكنيسة، أنا 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 ما بعتقد سمير بفجر كنيسة، يعني ما بصدق. داني شمعون، داني بالقتال، هذه قصة أنه تلنت، يعني هذا الحرب الأشخاص والقتال. طيب كان ممكن، يعني أنا ما تبعتها ما هذا. ولكن يلي بدي شدد عليه نقطة واحدة، بدو ثبوتة، لازم نتعلم من كل هالحكي ثبوتة، أنه القتال على أنواعه، بين المسيحيين بين بعضهم، بين الإسلام بين بعضهم، بين الإسلام والمسيحيين بين بعضهم، لا يؤدي إلى أي حل. الحل بلبنان الوحيد هو التفاهم والتسويات.